لكن الذي تأخر في الموضوع وهو ليس بأيدينا ولا بأيدي الحكومة ولا بأيدي الجهاز التنفيذي، كان هناك في تأخر لأسباب عديدة. بتعرفي كان هناك في أولوية في فترة من الزمن خلينا نقول التشريعات ذات البعد السياسي وذات البعد الإصلاحي في الأردن في عام 2011 و12 و13، فأعطيت الأولوية لهذه التشريعات. قانون الأحوال الشخصية قانون ضخم وقانون كبير وقانون فيه تفاصيل عديدة، فلم يعرض تحت القبة، وإن كنا ناقشناه أمام اللجان القانونية في مجلس النواب عدة مرات وانتهينا من نقاشاته، لكنه لم يعرض تحت القبة حتى تتعدل هذه المادة.